من جهته أكد رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية اللواء حمدي بدين أنه تم استزراع 1359 حوضا للأسماك البحرية وأسماك المياه العذبة في مشروع الاستزراع السمكي غليون، وإنشاء منطقة صناعية على مساحة 55 فدان تتكون من مصنع لتجهيز الأسماك والجمبري بطاقة 100 طن في اليوم ومصنع لإنتاج علاف الأسماك والجمبري. تم تنفيذ الآتي في مشروع الاستزراع السمك المتكامل غليون كمرحلة أولى: استزراع 1359 حوض للأسماك البحرية والجمبري وأسماك المياه العذبة، إنشاء منطقة صناعية على مساحة 55 فدان تتكون من مصنع تجهيز الأسماك والجمبري بطاقة 100 طن في اليوم، مصنع إنتاج أعلاف الأسماك والجمبري بطاقة 180 ألف طن في العام، منهم 120 ألف طن أعلاف الأسماك و60 ألف طن أعلاف الجمبري، مصنع لإنتاج الترك بطاقة إنتاجية 60 طن يوم، مصنع لإنتاج الفوم بطاقة إنتاجية من 900 ل 1500 متوسط إنتاج 1200 كيلو جرام في اليوم، مركز للتدريب والتأهيل يسع 200 دارس وعدد مبنى يسع لتدريب 240 دارس، محطة كهرباء وتتكون من محطة محولات بطاقة 80 ميجا وات